نهار قالوا لي راه الولد ديالك توفى سبحان الله العظيم. انا حيت نشوف هذيك الدخله ديالو الخرجه ديالو من الشر تعجبو يدخل ويخرج من الشر. جات قطه بيضاء نتوى عندها عين زرقاء وعين بيضاء ودخلت لبلاصو وتتبكي في بلاصو هذه المشه بيضاء وتتمشي وتترجع. دابا باقا عندي في الدار الحبيب ديالي كتنعجبو كان معجب بيا وتفتخر بيا ومسكين فاش كان يحتضر كان تيقيسني بيدي بحال هكا وتيقول لي ماما الاميره ديالي باربي ديالي قال لي تيدير لي بحال هكا وتيقول لي ماما الله يسهل عليك. اختي الكبيره قالت لي وانا قالت لها الله يسهل عليك. ومسكين ولدي الحمد لله مشى مسلم ومشى مؤمن وقرا القران. قريت انا وياه صوره بصوره ديال القران فيما يخسر شي صوره تنقراوها بجوج. والحمد لله ولدي شاف الحولي واحد قال لي ديالك وواحد قال لي نتبعو. واخر اخر اخر حاجه جمعتني بين ولدي هي فاش قال لي ماما سمحي لي نمشي نشوف نطلع اللوح ديالي. هنا عرفت بان الدري ما تيعرفش اللوح المسطور. عرفت بان ولدي بانه بين يدين خير الحافظين وهذاك الشيء علاش انا فرحانه. اخر حاجه هي هذا الشيء اللي قال لي نطلع اللوح هو باغي الحلوه ومانسيستي على الكاطو. نقول ليه اش نقول ليه جويز انيفيرسير وراي جويز انيفيرسير يا خو واخا مات ولكن لانيفيرسير ديالي انا ان شاء الله الحمد لله. وهو احسن هديه خدا في نهار عيد الميلاد ديالو هي الجنه. ونقول ليه سعداتك وفرحاتك سعداتك وفرحاتك وسعداتك وفرحاتك. نقول لك الله سبحانه وتعالى حط في القران سوره الناس يعني الناس عندهم واحد 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 عندهم واحد الثقل. كل ما كانش عندهم واحد الثقل ما عنديش حطوا الله في الصوره. الناس راه ما عمرك ترضيهم الا رضيتي هذا ما ترضيش هذا ولا رضيتي هذا ما ترضيش هذا ما ترضيش شي واحد. انا اش نقول يكونوا بزاف تحليلات وبزاف. انا اهم حاجه الخالق كيفاش عارفني كيفاش نحس وانا كيفاش نحس. ما تهمنيش الاخر كيفاش يقول كذابه ولا يقول ما تتحاش ولا يقول الله اعلم. ما تندخلش للدار ما تقدرش نبات في الدار ما تنعش ما تنعش انا الليله الوحيده اللي نعس فيها انا هي الليله حيت عارفه كنت متاكده بانه يموت في نار 22 شهر. كنت متاكده بانه الارض تستقبل في هذا النار. هذا الشيء اللي كان الحمد لله. انا اي حاجه تنحطها قدامي حطها قدامي لا الا كان عندي فعلا هذه القوه ولا كان عندي هذا اليقين في الله عز وجل نهار نتفكر ونفرح نقول كان هنا وهنا وهنا ونتفكر ابتسامه لانه ماشي ما مشاش الحمد لله مغتصب ولا مشى مسكين سير على راسو. هذاك الشيء الحمد لله مشى بريء الحمد لله ما وقعوش لي شي حوايج اللي كنت انا تنخاف منهم والحمد لله. انا ادم كنت ادم فاش يكون يبدل تنبقى نشوف لي في كتافه وفورمته تنتامل في ولدي وتنقول هيمتى يبان لي هذاك الموستاش فهمتي. يعني انا كنت تنتامل في ولدي نشوفه كبير. انا ما كنتش نقول بانه انا لحد الان انا ماشي مستوعبه ولكن انا الحمد لله طلبت الله من الله سبحانه وتعالى رزقني الثبات وهو رزقني الثبات. هذه هادشي اللي تعجب فيا انني انا طلبت الله عز وجل بانني اعتبرت هذاك ولدي امانه ورجعته لي سلمته ليه وكنطلب الله سبحانه وتعالى يبقى يعني ما يدخلش الشك في اليقين ديالي وطلبت الله يرزقني الثبات. هذاك الشيء علاش انا ثابته وربي رزقني الثبات. الثبات ماشي بيدي والقوه ماشي بيدي. القوه من عند القوي المتين هو اللي مطيح عليا المن والسكينه وتنحمد الله ونشكره ونشكر فضله. لا حول ولا قوه الا بالله وانا الى لله وانا شندي وهو خدا كل شيء. لا ما نطلبش ليه الرحمه نطلب الرحمه. الا كان شي واحد داير ذنوب هو راه مشى بريء راه هو اللي خاصو يطلب ليه الرحمه. راه هو من ليلته بيت في الجنه هو بليت وما يستناش في البرزخ ما يقدرش يستنى. هو الله دام لي الجنه واش كلام الله فيه كذوب ولا فيه شك دام الجنه. هذاك انا علاش نطلب ليه الرحمه؟ راه انا اللي خاصني نترحم انا اللي فوق الارض اللي خاصني نترحم. اما هو راه راحمه هو راه دارو جنبه واش فهمتي. هو راه من الولدان المخلدون. اش بغيت انا؟ اقول اش بغيت انا؟ انا فرحانه عليه وانا راضيه عليه وغادي نتوحشو وغادي نتوحشو انا راه نتوحشو
ولكن ربي رزق لي القوه والثبات، ماشي ما نتوحش، ودابا نتوحشوا ولكن ماشي اللي خاصني نتركل، الا تركلت هذاك الشيء ما يرضيني، ما يرضيه ما يرضي عز وجل، ما يرضي حتى شي واحد. وانا خاصني ما خاصنيش نمرض، خاصني نبقى واقفه باش ناخذ الحق لولدي، وباش هذاك وباش نكمل حياتي، عندي ولاد اخرين. اما هو الحمد لله ضمنت ليه، هذاك هو المستقبل، ماشي المستقبل، لا المستقبل ضمنت ليه الاخيره ديالو. انا اليوم جيت اعذر السيدة نعيمة اللي هي الوالدة ديال هاد الدري، مكلومة في الكبدة ديالها، اللي وقعت واحد الجريمة ديال قتل بشع في الحي الحسني على قبل، أنا كنقول على قبل الخبزة. كيفاش الناس ولاو كيتقتلوا على قبل الخبزة؟ دري قاصر الدار مع درية اللي هي جاي تيلعب معاها كالعادة، عندها 11 سنة حتى هي، هز واحد ثلاثة خبزات، جا كيلعب معاها كيجرب ذاك الخبز. بداو كيتناوشوا بحال هكا شي حاجه بسيطه، راه غيتصالحوا الدري في بلاصه، لان مرا ما جيران راه خوت راه كل شيء. فاذا واحد البنت اختو اختها اللي عندها ذات كاترون خرجت كدير تصرف، انا كتفك فيهم في الاخر كضر ذاك الدري بالرجل ديالها بقوه، لدرجه ان ذاك الدري ملي دخل من الزنقه كيقول لهم راسي ضرني جات ولي شجرت الرعده، هما ما صحابوش، لان مشى المدرسه نهار الاول راسو كيضرو، نهار الثاني جا راسو كذا، نهار الثالث ما قدرش يمشي، لدرجه ان مو صحاب حتى ما كيتفلى معاها، انا راه مريضه، قالت لي نوضي ضرباتو طاح الدري. نهار الثالث ما قدرش يمشي للمدرسه، خاصمت عليه، قالت لي ضروري تمشي، فاذا بي هو نهارا وطح، لان ما بقاش كيمشي رجلو، لان باين بان عنده شي ضربه في راسو، لان الراس ملي حنا لا سيونس عارفينو، الناس مسيت كلا موال ايبينيير، رجلي غتمشي غتخطف ما غتبقاش تزيد، بقاو مسكينه كتجري بي عند السبيطارات، حتى السبيطار ما قبلو، وهي ما عندهاش، مرة كتخدم على ولادها، مرة مناضلة، مرة بغات تكبر ولادها بالحلال، كتمشي تخدم على قبلهم، ما عندها عندها بزاف مشاكل عديدة من الناحية الاجتماعية والمادية، وزاد على هذا الشيء، فإذا بها في الآخر داتو واحد كلينيك في المعارف معروف، مي داتو السيدة دخلاتو يومين الكلينيك، ديك اليوم اللي دخلتو الكلينيك راه تقريبا هو كان ميت. حنا باقي عندنا شكوك، لان باقي ما طلعناش على الميت، ما جبناش خبره ديال الطبيب الشرعي، ديك السيده تعتقلات ودازت من الوكيل العام البارح عند قاضي التحقيق، راه لان بناء على ديك الخبره الشرعيه اللي دار قاضي الشرعي، الطبيب الشرعي، لان الطبيب الشرعي ما يمكنش يعتقلوها ما كانش كاينه جريمه، لان اكيد كاينه جريمه، وحنا غنجيبوا امتى مات، امتى الساعه اللي مات فيها غيعطينا بالضبط طبيب الشرعي، عندنا هنا في محكمة الاستئناف عند السيد خالد التحقيق مشكور، غنصور هذا الملف، غنشوف اش الساعة اللي كان مات فيها، واش كان ميت في الكلينيك، واش كان حي، امتى مات. علاش زعما الكلينيك؟ واش حين تحسبوا الفلوس؟ لأن حسبوا لي عطاتهم 3.5 مليون، جابتك من هنا ومن هنا ومن هنا، يا السيدة ما فحالهاش، لأن السيدة كما قلت لكم في الأول ما عندهاش. كيفاش سميتو عبر نعرفوا، علاش حنا بغينا نعرفوا التاريخ اللي مات؟ لأن هذا الكلينيك عطاتو 3.5 مليون وباقي قال لها كيتسالها مليون، وهي مسكينة 3.5 مليون بقات تستني 10,000 درهم 10,000 درهم، هي السيدة بأنها مؤمنة وكتعرف الله، هي لدرجة أنها يمكن تسمح لها الدريه، كما سمعتها قالت لك انا حد ولدي مشى وقال لها هذا الشيء بغاني الله ندخل الجنه، وقال الله ما عمري ما شتي ام ولدها مات مقتول وبقى عندها الثقه في الله والصبر، وبقى كتطلب العفو للناس وكيبقاو فيها الناس. قالت لي كيفاش تنخمم فيها، هي راه مشات للحبس، راه عندها واحد بنتها صغيره، تصورت انا اول مره كنتفاجئ بهذا، قالت لي ان ربي بغاني حتى هي، لان ذاك الدري صبي صغير مات مقتول غير ديك الجنه، لان هذا الشيء اللي عندنا في الدين ديالنا. كنت نهضر معها قالت لي بان ولدها الدقيقه الاخرى الهضره اللي قال لها باش هي مات صافي اغمي عليه، قال لها ماما رانا مسلم، قال لها ماما انا كنشوف جوج الاكباش حواله، واحد ليا وواحد لك، وقال لها بان انا عندي الله في قلبي، وقال لها صافي يا ماما انا غنمشي نطلع اللوح ديالي من تما، ما بقاش حضر. الحمد لله هاد الدري بين من المبشرين بالجنه، وبين بانه هو اللي غيدي مول الجنه، وبين هاد الدري لان الله عطاه الصبر على قبل هاد الدري، لانه مؤمن ومسلم، هذه الكلمات الاخيره اللي قال. ولكن كنتعجب انا كيفاش فينا هو هذا المجتمع المدني لرعايه الطفوله، كيفاش هاد الطفوله كي ماتت سيد حتى واحد ما تحرك، حتى جمعيه تحركت الا جمعيه هذه اللي معايا
انت واحد متحرك ما يمكنش الاطفال ديالنا كيتقتلوا وكيدير خاص حنا الطفوله خاص ديال رعايه الطفوله المجتمعات تجي كلها خاصهم يازروا هذه الام لان حنا كنسخنوا مع بعضهم جمعيات كتخلي مع بعضهم الصحافه كتخلي مع بعضهم باش كنخليهم قادرين باش يواجهوا هاد المشاكل ديال القتل اللي هي خاصهم ضروري نورمالمون راه اكيد اكيد راه غتمشي غتمشي بسيكياتر باش تواكب هذا الشيء باش تاخذ لي كالمون لان هذا الشيء ماشي سهل باش تقتل لك وحده ولدك بعفطه تقطع عليه على الراس في الاخر داري عنده 11 عام راه ماشي سهل واخا كتقول لك انا لا غنصبر راه ما يمكنش راه حتى انا حد قال لي وقال لي وانا سموحه وانا شاده طريق الله الحق مدني ما كاينش ما غاديش تسمح دابا ما نخلوهاش تسمح دابا ولكن واخا تسمح ليه كاينه الدعوه العموميه لا سمحت ليه سمحت لي على مطالب مدنيه اما الدعوه العموميه كتبقى قائمه ولا انت غتاخذ الجزء ديال هذا قتل عمد خاصه تقل ماشي قتل عمد ماشي هذيك كانت مضاربه معاه هي وشي مضاربه معاه وجات خطا اللي نقولوا دون نيه احداثي هذه راه عطت لي على الراس الراس راه جاتو ايموراجي انترن هذا باش هو مات راه ماشي مات هكا غنتبعوا الملف حتى لاخر دقيقه وغنمشيو مع الازر هذه المره ومعنا المجتمع المدني ها هو حاضر اللي كيأزرنا دائما كنشكرهم من هذا المنبر الجمعيه الوحيده هي هما اللي جاوا معنا حنا كنشكرهم بزاف كياخذوا من وقتهم من وقت ولادهم من وقت من ولادهم من رجالاتهم من عائلتهم ومساكن كيوقفوا في سبيل الله كنشكرهم بزاف كنشكرهم بزاف لان حتى انتم الصحافه كتنوروا لنا الراي العام انتم كتوصلوا الاهداف لانكم سلطه رابعه لما كانت السلطه كاينه السلطه التنفيذيه التشريعيه القضائيه انتم السلطه الرابعه السلطه ديال الصحافه كنشكركم بزاف لانكم انتم معنا الجلسه باقي ما تعينش لان مشى التحقيق عاد غادي يعين قاضي التحقيق الجلسه وغادي يعطينا التاريخ باش تحضر الام الضحيه هي الاولى يسمعوا لها وغايجيبوا احنا غنمشيو نتنقلوا سيد القاضي غيتنقل عندها السجن بعد تيفوز الحجر الصحي بالنسبه لها راه عندها 10 ايام وبالنسبه للتقرير ديال الطبيب الشرعي التقرير ديال الطبيب الشرعي لانني لانه القتل لانه كاين القتل الطبيب الشرعي قال هذا هو كاين القتل لان قال لي السيد القاضي هضرت معاه قال لك بان القبض في التشريع خديتو نسخه باقي ما خديناش نسخه انت نهار ان شاء الله ناخذ نسخه وغنكملوا الميف الى الاخر ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام